تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء، أرحب بفريق عمل اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذ محمد عمر، وفي الإعداد أستاذ يوسف سعد، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. مستمعين الأعزاء، نرحب بتواصلكم معنا، وأيضا نرحب بملاحظاتكم وباقتراحاتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، ومثل ما عودناكم أول فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم مع زميلتنا الفاضلة أسماء الجناحي، وكل ما يدور في السوشيال ميديا. أختي أسماء، صبحك الله بالخير والنور والعافية. أختي أسماء، صباح الخير. مرحبا أسماء، صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور. أخوي عبد الله عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. الله يحييك. ناخذ جولة قنوات التواصل الاجتماعي، بس في البداية أحب أنصح الجميع بأن التزام الإرشادات الوقائية وعدم الخروج من المنزل، لأن حاليا أأمن شيء عندكم هو الوقاء في المنازل. تحكم حذرين، يعني كل ما زاد الاختلاط مع الآخرين كل ما زاد انتشار الفيروس. فنحن بعض الأشياء اللي نحن كنا حاطين قنوات التواصل الاجتماعي، إن حتى كيف الإنسان لما يدخل المنزل دخول الآمن، شو الأشياء اللي لازم يسويها؟ أول شيء لازم ما يلمس الأشخاص، سبحان الله، لا سمح الله يمكن كان داق شيء أو ماسك شيء. أول ما يوصل البيت لازم يعني الأحذية، في بعض الأشخاص يمشون مع الأحذية لين داخل البيوت. صحيح. لكن المفروض أن الحذاء يتم في أماكن معينة حسب ما إلى، وسبحان الله إذا كانوا دايسين على شيء أو ما غيره. الملابس الخارجية لازم يشلونها يحطونها في الغسيل، القفازات لازم الواحد يشلها على طول يفرها. ففي وايد أشياء يعني نصائح مهمة نحكي نحطينها في قنوات التواصل الاجتماعي يوم أمس، وممكن يدخلون حساباتنا ويشوفونها. أيضا وايد أشخاص سألونا عن في فترة التعقيم كيف واحد ممكن أنه يروح يتبرع بالدم. فكنا حاطين أمس بوست على حساباتنا أن أول شيء عليهم يتصلون على الرقم المجاني 8342، بتوصلهم رسالة نصية قصيرة في الهاتف على الهاتف بالوقت والتاريخ. بعد الانتهاء من تبرع كل شخص جاء وتبرع بيكون عنده مثل رسالة أنه ممكن يعني إذا في حال يعني تم طلب منه يعني أدلة أو إثباتات أنه قام يتبرع بالدم يقدر يقدمها للجهات المعنية إن تعرف الحاجة. هاي من ضمن الأشياء اللي كانت من ضمن الاستفسارات اللي وردتنا. نعم أختي أسماء. نعم أختي أسماء، أيضا يعني على نفس الموضوع اللي تتحدثين فيه ذكرت الدكتورة مي بخصوص موضوع يعني التعقيم، ويعني عمل كل الإجراءات الوقائية والاحترازية في مركز التبرع بالدم على أساس أنه يكون يعني للمحافظة على صحة المتبرع أيضا. صحيح. نعم. أيضا نحن دائما الأشخاص يعني طلعنا لهم شيء من خلف الكواليس اللي هي جولة في مخازن صحة دبي اللي نحن فيها نضمن جودة الـ الأشياء الموجودة والمستلزمات الطبية والمعدات وغيرها قبل ما أننا نحن نرسلها. فكان في جولة اللي باي تشوف كيف مخازننا وكيف نحن نهتم في الأشياء في مخازن هيئة الصحة، ممكن يدخل على البوست اللي حطيناه أمس وبيشوف مخازننا. هاي أول مرة نحن نعرضها في قنوات التواصل الاجتماعي أو حتى بأي جهة إعلامية، فهاي يعني أول مرة تظهر مخازننا في الإعلام. نعم.
وفي النهاية نحن نتمنى من الجميع يعني الحذر، يعني لو أن الواحد مو خايف على نفسه أكيد عنده حد كبير في العمر في البيت، عنده سبحان الله حد عنده أمراض مزمنة، فنحن إذا نحن ما بنخاف على أعمارنا نخاف على الناس اللي موجودين حولنا واللي موجودين حوالينا. أهم شيء إنه الواحد يأخذ احتياطاته وإجراءاته الوقائية. ودمتم بصحة وسعادة. شكرا أختي أسماء، ودمتي بصحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا التوعوية بتكون اليوم موضوعنا عن الغذاء الصحي لكبار المواطنين في المنزل مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة نجلة درويش، ولكن بناخذ وياكم فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم وسهلا، مرة ثانية رجعنا لكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي. نذكركم مستمعين الأعزاء بأرقام التواصل للتواصل معنا على 600-55-1414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. فقرتنا الثانية بنتكلم اليوم عن موضوع مهم وفئة أيضا مهمة، كبار المواطنين، الغذاء الصحي لكبار المواطنين في المنزل مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة نجلاء درويش عبيد. صبحت الله بالخير أختي نجلاء. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله. الله يحييك، أنا شاكر لكم صراحة، يعني اختياركم أيضا للمواضيع كثير جميلة، وأيضا موضوعنا اليوم واختياركم لهاي الفئة من الناس كبار المواطنين والاهتمام يعني بكل الجوانب أثناء وجودهم في البيت، سواء يعني نمط الحياة، التغذية، الرعاية، من جميع الجوانب، فكل الشكر والتقدير لكم أختي نجلاء. جزاكم الله خير، وأتمنى إن شاء الله الاستفادة توصل لأكبر فئة في المجتمع إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا في البداية حبيت أني أنا أوصي فيهم، وبصراحة أكيد الحين فرحانين بوجود عائلتهم وأسرهم عندهم حولهم، إن شاء الله الله يحفظهم جميعا يا رب. في نقطة نحن ننساها في هالفترة اللي هم تواجدهم في المنزل، ممكن ينسون موضوع فيتامين دال، وإذا نقص عندهم ممكن يؤدي يعني ممكن يأثر على صحة العظام عندهم، فنحن نوصيهم بهالفترة أن يعني يطلعون شوية على ضوء أشعة الشمس فترات الصباح، نعم. يعني 20 دقيقة لمدة 3 مرات على الأقل في الأسبوع، وإنهم يعني يحاولون يفتحون دائما الدرايش للتهوية، ويعني بحيث أنهم يستفيدون يعني من الهواء النقي، وكذلك أنهم يحصلون على قدر كافي من فيتامين دال. صحيح. طبعا تركيزهم على الغذاء عشان يعني يضمنون مصادرهم طبيعية من فيتامين د بعد الشمس، عندنا ممكن نركز على اللي هو صفار البيض، الحليب والروب والألبان المدعمة فيتامين د، وطبعا ننصحهم دائما ما يغفلون عن تناول الأسماك كونها غنية بالأحماض الدهنية والزيوت اللي هي مفيدة لهم وصحتهم. ننصحهم دائما كبار المواطنين إنهم يتناولون الأطعمة اللي هي غنية بالفيتامينات والمعادن مثل الخضروات والفواكه. طبعاً دائماً نحط لهم هالأشياء أساس إنهم يتناولونها، ونتأكد إنهم خذوا احتياجاتهم الكافية. طبعاً حلو إنه دائماً نذكرهم شرب الماء خاصة في هالفترة، وإنهم يعني مفروض إنهم يشربون من 2 إلى 3 لترات من السوائل يومياً. كثير من كبار المواطنين داخل دلة القهوة ولازم يشربونها بزيادة، فنحن في هالفترة مع القهوة نصحهم شرب الماء. صح. وإنهم يقللون حتى من كمية المنبهات اللي يشربونها في هذه الفترة. عندنا كذلك نصحهم إنهم يتناولون الألياف الغذائية عشان يجنبهم من الإمساك. طبعا الألياف الغذائية موجودة بالخبز الأسمر، عندنا الحبوب الكاملة مثل الكورنفليكس، الشوفان، عندنا البقوليات، الدانجو، النخي، عندنا الفول، عدس، هالأشياء والخضروات الورقية. ودائما أنصحهم أثناء يعني يعتنون بالطبخ عندهم ورعايتهم التغذوية في المنزل أنهم يطهون ويطبخون الطعام بطريقة جيدة جدا، عشان حتى أنهم يتمكنون من مضغ الطعام وأنه يقللون الملح والتوابل الحارة في الأكل. طبعا النظافة جدا مهمة خاصة في هذه الأيام،
حتى لما نعطيهم الخضار والفواكه نتأكد من غسلها بطريقة جيدة جدا لتفادي وجود أي جراثيم على الفواكه والخضروات، وحتى أنهم يعني عشان نخليهم حتى يتمتعون بصحة جيدة ونبعدهم من أي أمراض قد تحصل. طبعا مهم جدا أنهم يمارسون الأنشطة الرياضية. بتقولي مثل شو تقريبا لهم أنشطة رياضية؟ نعم. عندهم حديقة المنزل، ممكن هم يعني دائما يمارسون أنشطة هاي في حديقة المنزل من أي زراعة، ممكن حتى هم يمشون في حول البيت يروحون ويردون، أساس إن حتى الأنشطة البدنية هاي مهمة جدا لصحتهم. وما ننسى أنهم يأخذون ساعات كافية من النوم، يعني حتى ساعات كافية من النوم هاي تساعد على تقوية المناعة والاسترخاء إنهم، ودائما نقولهم يلتزمون بنمط حياة صحي ومتوازن، ويحرصون على أنهم يتخلصون من أي ضغوطات خارجية عشان إحنا نهيئ لهم الجو المناسب لراحتهم وسعادتهم. طبعا نبعد عنهم شوية الأطعمة المعلبة والمشروبات المحلاة بالسكر، ونحاول أن نحن نضمن حصولهم على منتجات الحليب الروب أو حتى الزبادي الألبان بقدر مثلا حصتين إلى 3 حصص في النوم. والراعي كذلك ان المضغ عندهم، لان في بعضهم ما يقدر يمضغ الطعام بطريقه جيده، عشان كذا نحن نصحهم منهم يطهون الطعام عدل، وان نراعي عندهم اذا مثلا محتاجين سوائل اكثر او محتاجين اكل يكون مهروس، بس يعني نضمن جميع احتياجاتهم الغذائيه. صحيح. حتى البروتينات تكون موجوده، يعني حتى لو سوينا لهم الاكل المهروس، وتعرف يا اخوي عبد الله مثلا الاكلات اللي عندنا الهريس العرسيه، هالاشياء ممكن يستغلونها اكثر ويحبونها اكثر. صحيح. نتاكد ان احنا نحط الدياي مثلا اللحم بطريقه مثلا تكون مطبوخه بشكل جيد، حتى نتمكنون من مضغها، ونحاول ان احنا نقلل الزيوت في هذه الاكلات. صح. طبعا 3 وجبات رئيسيه في اليوم، الريوق والغداء والعشاء، وانهم يحاولون نحط لهم يعني مثلا الوجبات الصحيه الخفيفه بين هذه الوجبات، بس نحاول نحن يعني نلتقيها بطريقه صحيه، يعني ما نقول لهم الاشياء اللي فيها سكريات زياده خاصه وقت العصر. صحيح. واستاذة نجلة، يعني اغلب الحديث اللي تفضلتي فيه اليوم، يعني اذا نحن يعني اخذنا الموضوع في النهاية، هو يعني المستفيد الشخص على أساس أن الهدف الأساسي من الموضوع يعني تقوية جهاز المناعة، وأيضا يعني تقوية مناعة الجسم، مثل ما تعرفين أختي نجلة اليوم يعني الكل يحتاج أن يعني مناعة تكون عالية، وأنت ذكرتي يعني ذكرتينا في الموضوع يعني نمط الحياة بشكل كامل، سواء الوجبات الغذائية، التوازن في الوجبات الغذائية في فترة الفطور أو الغداء أو العشاء، وأيضا ذكرتي موضوع النوم اللي هو أيضا يعني من العوامل اللي يعني تقوي المناعة، الحركة الجسدية، فيعني مفروض إن يعني الأمور هاي تأخذ بعين الاعتبار خلال الفترة هاي. وحتى المدخنين لو حاولوا يقللون حتى من التدخين عشان صحتهم بشكل عام. صحيح. أختي نجلة درويش عبيد، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. كل الشكر لكم على هالاستضافة. شكرا جزيلا، شكرا لك. انتوا اغلى ما نملك. الله يبارك فيك، شكرا اختي، ما قصرتي. شكرا. مستمعينا الاعزاء، فقرتنا الثانيه بتكون ضيف الدكتور علي السيد، مدير اداره الصيدله والخدمات الدوائيه بهيئه الصحه بدبي، وحديثنا بيكون معاه عن برنامج دوائي اللي توفره هيئه الصحه بدبي، ولكن بناخذ فاصل وراجعين، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم سهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب بتواصلكم معنا، وأيضا نرحب بملاحظاتكم واقتراحاتكم على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء، حديث الساعة في العالم كلها الآن عن
الكورونا فيروس المعروف باسم كوفيد-19، والوقاية دائما خير من العلاج، وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي دائما اتجاه جميع الأمراض، حيث تتبنى الهيئة منظومة متكاملة وشاملة للرعاية الصحية، أساسها الوقاية، وهي تعمل بشكل متواصل لتنمية الوعي المجتمعي بمختلف القضايا والمشكلات الصحية، ومنها المشكلة العالمية المتصلة بفيروس كورونا. أيضا من الجانب نفسه، وحرصا من هيئة الصحة بدبي على بقاء الناس في منازلهم لحمايتهم من أي عدوى محتملة بفيروس كورونا، وفي إطار أيضا جهود هيئة الصحة المبذولة وخاصة فيما يتعلق بتوصيل الدواء للمرضى في منازلهم، أعلنت هيئة الصحة بدبي أنها تمكنت من تحقيق زيادة كبيرة جدا في أعداد طلبات الأدوية التي تم توصيلها إلى المنازل عبر مبادرة دوائي إلى 450 طلبية يوميا على مستوى الدولة، وذلك بعد انضمام شركتي طلبات وأرامكس إلى ناقلات الهيئة في ضوء استراتيجيتها في توسيع دائرة التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص الذي يشكل عنصرا دائما ومهما للمنظومة الصحية المتكاملة في الإمارة. مستمعين الأعزاء، للحديث حول هذا الموضوع ولمعرفة المزيد عن هذه الخدمة المتميزة، يسعدنا أن يكون معنا الدكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية بهيئة الصحة بدبي. دكتور علي، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحك الله بالخير أخي عبد الله. الله يحييك دكتور علي. نحن الحقيقة نشكركم جزيل الشكر والتقدير على هاي المبادرة المتميزة في نوعها الحقيقة، وأيضا مبادرة توصيل يعني مبتكر وفريد من نوعه لإسعاد الناس في منازلهم، وأيضا يعني يميز المبادرة هاي بأنها يتم يعني توصيل الأدوية بشكل فريد من نوعه ومبادرة عالمية. نحب دكتور تعطينا يعني نبذة أو يعني فكرة عن المبادرة، كيف تمت وما هي أهدافها ومتى بدأت بهيئة الصحة بدبي؟ هي طبعا الفكرة يعني كانت بدايتها في صيف السنة اللي فاتت، نعم، في شهر 8 لما بدأنا نشتغل على الفكرة هذه، وبعدين طبعا بدأ التنفيذ فيها في نهاية السنة أو بداية 2020 في شهر 1، يعني نهاية 2012-2019 بداية 2020 شهر 1. الفكرة كان هدفها ان احنا نوصل الادوية الى المنازل، كان طبعا مع يعني مش مع سائق، الفكرة تكون مع صيدلاني، نعم، يوصل للمنازل. هي قديمة ايضا، كانت قديمة من 5 سنين احنا بدأنا توصيل الادوية للمنازل لكن بدون صيدلاني وعن طريق شركة، لكن قلنا احنا هيئة الصحة نفسها تتبنى الفكرة، هي تقوم بالعملية وهي توصل الادوية للمنازل وفي وجود صيدلاني، بحيث ان احنا نخدم المرضى، نحسسهم انهم يعيشون في جو المستشفى ويكون معهم صيدلاني يشرح لهم كيفية استخدام الأدوية، واذا عندهم اي اسئلة او اي ارشادات يحتاجونها او اي استفسارات يكون الصيدلاني متواجد معهم الصيدلي وهو يشرح لهم. وهذا اعطى طبعا انطباع جيد وفكرة جيدة، هدفها كان في البداية اسعاد المرضى، نعم، وتقليل اب عنهم نجوم المستشفى، وكانت طبعا مستهدفة فئة معينة اللي هي كبار المواطنين وكبار السن وذوي الهمم. والحمد لله يعني طبعا هذه كانت بداية الفكرة وبداية الانطلاقة، نعم، الانطلاقة دي هي الصحة، بس ما كنا احنا مثلا نستثني اشخاص ثانيين يطلبوها، لا، بس كانت البداية هي هذه ولا يستثنى اي واحد يطلبها، هذه بدايتها. نعم. أيضا دكتور يعني تحدثت أنت عن موضوع يعني يعني قد يكون هناك خدمات مشابهة لبعض الجهات الصحية، ولكن نحب نعرف منك دكتور اللي يميز خدمة دوائي في هيئة الصحة بدبي بجانب يعني وجود صيدلاني في توصيل الأدوية، بحيث أنه يعني يتم الرد على جميع استفسارات المواطنين أو يعني المتلقين الخدمة. خدمة الدوائي طبعاً اللي يميزها أول شيء هي إشراف مباشر، هذا أول شيء يميزها، إشراف مباشر من هيئة الصحة، نعم، هيئة الصحة ما تعاقدت مع شركة لتوصيل الأدوية، هيئة الصحية بنفسها قامت بتوصيل الدواء، فهذا أول
شيء يميز الخدمة هذه. الشيء الثاني هي تعتبر ليست سيارات نقل وإنما هي عبارة عن صيدلية متنقلة، لأنه هو صيدلاني متواجد والسيارة هذه هي أعتبرها صيدلية متنقلة عبارة عن مجهزة بجميع الاحتياجات، هي ليس مكيفة هي مبردة. في فرق. وشيء ثاني، الصيدلاني هو يقوم بأخذ الأدوية ويوصل للمنزل للمنزل المريض، وهو اللي يعطي يسلمها، وهو اللي يقوم بشرح استخداماتها وإجابة عن أي استفسارات. فهني إحنا نخلي المريض يكون هاي أهم شيء يميزه، إنه هو المريض بدل ما يجي المستشفى أنا أوصل إلى البيت وأعيش، فإنه هو في وسط صيدلية في المستشفى ويأخذ دواء بدون عناء بدون تعب، ويوصل للشيء الثاني إنه هي يميزها يوصل خلال 24 ساعة. فعندي أنا أقدر إحنا نتكلم عن 95% من الوصفات في 24 ساعة. بعض الوصفات يكون المريض ما عطنا مكان سكنه أو مكاني أو هذا أو تليفون اتصال بي، هذا اللي يخلينا إحنا ما نقدر نوصل إليه. أما إذا كان اكتملت كل شيء الأشياء اللي نحتاجها من المريض يوصل له خلال 24 ساعة الوصفة، ويوصل له صيدلاني يعطيه كل احتياجاته. خدمة مميزة لأن الهيئة ما اعتمدت على طرف ثالث، هي ما اعتمدت على حد ثاني هو يوصل. نعم. الهيئة هي نفسها اللي تقوم بتوصيل الدواء. صحيح. هذه الميزة. نعم. أيضا دكتور، يعني تحدثت عن موضوع بداية الفكرة كانت يعني توصيل الأدوية للمنازل في إمارة دبي، وتم يعني التوسع في نطاق الخدمة من دبي إلى إمارات الدولة، وما هي هذه الأسباب في يعني اتخاذ الخطوة المهمة وفي هذا الوقت المهم دكتور علي؟ خدمة طبعا دوائي أول ما بدأت شفنا نجاحها، فطبعا في التوجهات الحالية والظروف اللي احنا نعيشها بكوفيد 19. نعم. وطبعا نطلب من الجمهور عمومي والمجتمع البقاء في المنازل، لأن البقاء في المنزل هو يحميهم ويحمي المجتمع. الشخص لما يطلع من البيت طبعا يا إما ينعدي من حد أو يعدي حد، فكل هاي الأشياء لما يوصل للمستشفى هو يعيش نفسه في خطر. فالأفضل شيء اليوم كل ما قلت طبعا احتكاك الأشخاص أو تجمعهم قل، هذه طبعا هذا شيء جيد، نحافظ على المجتمع، نقلل من الإصابات، هي أحد أساليب معارضة كوفيد 19 هذا الفيروس الخطير. وتوجهات الحكومة أيضا خليك في البيت. إحنا اليوم طبعا الهيئة ارتأت أنها توسع خدمتها، لأن بعد نجاحها فيما سبق وفي الأشهر الماضية شفنا أن الظروف الحين تحتم علينا، من واجبنا أن كهيئة الصحة في دبي نقوم بتوصيل الأدوية إلى المنازل لكل المجتمع، كل أفراد المجتمع. اليوم إحنا الحمد لله طبعا أصبحت هيئة الصحة عندها خبرة عميقة وكبيرة في التوصيل، كيفية التوصيل، كيفية شرح الأدوية، وكيفية التمكن والتحكم في هذه المبادرة. بدأت الهيئة طبعا انطلاقا من هذا الشيء، انطلاقا من حفظ الحفاظ على المجتمع، انطلاقا من الظروف اللي نعيشها، وانطلاقا من هدفنا محاربة الفيروس والقضاء عليه، فهيئة الصحة تأت أن هي توسع خدماتها تنطلق في جميع، مش في دبي فقط، لا، تم تقسيم دبي جغرافيا فعلا إلى مناطق، وأصبحت سيارات متنقلة، سيارات متنقلة مع قيادة تنتقل من مكان إلى من مكان، في كل سيارة مخصصة لمنطقة جغرافية في دبي، وأصبحت كل الإمارات مغطاة في خدمة دوائي. فإحنا الحمد لله بدأنا نوصل الأدوية لكل مناطق دبي، وأيضا بدأنا نوصل الأدوية لكل إمارات الدولة، أيا كان يكون أي مكان يكون الشخص، نصل له لمكان له سكنه نسلم أدويته في وجود الخدمات اللي احنا نقدمها، الخدمات اللي هي المميزة لهيئة الصحة. إذن هيئة الصحة توسعت في خدمتها مش في دبي فقط، لا، أصبحت تقدم خدماتها في كل الدولة، كل إمارات الدولة، لكل أشخاص، المهم يكون الشخص عنده وصفة طبية في النظام،
إذا ما عنده وصفة طبية يتصل بطبيب ذكر المواطن يحطون له وصفة طبية في النظام ويأخذ أدويته يوصل في خلال 24 ساعة إلى مكان سكنه. المهم هو يعطينا دواء يعطينا مكاني أو اللوكيشن نوع ما التليفونه نصل إلى مكانه إلى عنده أي أن كان يكون في دبي أو خارج دبي في أي مكان في دولة الولايات المتحدة. نعم. الخدمة مقدمة مع صيدلاني يشرح له كل شيء أدويته. جميل. أيضا دكتور علي تحدثت أنت بأن يعني بداية المرحلة كانت على أساس أن كانت لها يعني مراحل، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وأيضا كانت هناك لكم أهداف مستقبلية لهذا الموضوع، وأكيد يعني تم تقييم الموضوع. كيف كانت يعني كيف وجدتم دكتور علي نتائج التقييم؟ إحنا أول ما بدأنا طبعا شجعنا المجتمع والجمهور. نعم. لما شفنا طلبات تزيد وبدت تزايد طلبات بالبداية، طبعا ما كان حد عارف، المجتمع ما عارف بالخدمة، بدا شوي تنطلق الخدمة وفعلا بدت الطلبات تزيد، وأول شيء من ذوي الهمم، بعدين لا من كبار السن، بعدين لا توصيل المنازل، بعدين الناس اللي تعطين الأجهزة اللي كبار اللي قاعدين في ما في بيوتهم يتعالجوا في بيوتهم، كل هذا شوي بدت تزيد طلبات سواء من الجمهور أو من الأطباء إن نوصل للمرضى. شفنا الفكرة نجحت والخدمة نجحت وفي تفاعل من الجمهور، في يعني طبعا وسائل شكر تجي توصل لهم، فإحنا هاي شجعنا طبعا. بس لما جت من ناحية طبعا مسؤولية وطنية وشفنا المجتمع يحتاج إن إحنا نحميه، وشفنا طبعا هيئة الصحة دائما هي يعني من أساسياتها هي حماية المجتمع. نعم. من أساسيات حافظ عن قياداتها إن هي تخدم المجتمع على طبعا برئاسة مدينة العام والمدراء التنفيذيين كلهم يعني هم ينظرون إلى أن أهم شيء خدمة المجتمع والحفاظ على المجتمع. شفنا هي خدمة وطنية يجب أن إحنا نقوم بها للمجتمع، والحمد لله اليوم إحنا أنا أتكلم عن عندي أدنى أسطول من الصيدليات المتنقلة اللي إحنا نسميها صيدليات متنقلة، وليش نسميها سيارات؟ هي صيدليات متنقلة لأن فيها صيادلة. أسطول من صيدليات متنقلة يعني يجوب طبعا دبي والدولة كلها دولة الإمارات، ومجهز وبكافة التجهيزات، وأيضا معقم، هذا شيء مهم جدا. إحنا كل يوم نعقم السيارة. نعم. كل يوم نعقمها، ويعني طبعا تطلع معقمة من من الموقع. الشيء الثاني احنا طبعا اسطولنا يعني صار الحين اليوم يغطي حوالي 550 ل 600 اليوم. انا كل يوم تزيد عندي الاعداد، من يومين يمكن قلت من 450 ل 450، اليوم اقول لك من 550 ل 600، يعني في تزايد في تقديم الخدمه، واحنا مستعدين، عندنا استعداد، ما زلنا عندنا طاقه وعندنا مجال احنا نتوسع في الخدمه ونوصل الى اكثر واكثر واكثر. الحمد لله سيارات اللي تنطلق من المستشفى، المستشفيات تنطلق إلى أماكنها وتخلص شغلها. كل سيارة عندها خطة معينة في اليوم تخلص هاي الخطة، ما ترجع إلى مكانها إلا هي مخلصة خطتها. نعم. أيضا دكتور علي عندنا سؤال بالنسبة للأدوية، هل يتم توصيل جميع الأدوية للمرضى أم هناك قائمة معينة لا يتم توصيلها؟ والله يا أخي عبد الله سؤالك ممتاز وجيد، أشكرك على هالسؤال. إحنا بداية كنا نوصل بس الأدوية معينة في البداية، أنا أتكلم عن هذا. اليوم إحنا نوصل كل الأدوية، جميع الأدوية دكتور علي. الأدوية سابقا كنا ما نوصل الأدوية كلها. نعم. اليوم كنا نوصل جميع الأدوية، كل دواء مكتوب في الوصفة يصل إلى المريض. ممتاز. فما عندنا استثناءات الأدوية. الاستثناءات هي الأدوية المخدرة، ما تصل في البيوت، تصل في المستشفيات فقط للمرضى اللي في المستشفى نايمين. أما عدا هذا يعني إحنا ما كان الأدوية المخدرة هي تعطى في المستشفى، المريض نايم في المستشفى. أما الأدوية اللي تصل خارج المستشفى في المنازل أو خارج المستشفى، أي دواء كان إجى على بالك إحنا نأخذه ونوصل المريض، فما في استثناء لأي دواء وما في استثناء لأي شخص. زين، المهم إن الشخص يكون عنده وصفة، سواء كان هو مواطن زين من دبي أو من الإمارات الثانية، كلهم يوصل لهم أدويتهم إلى مكان سكنهم، إحنا نخدمهم. وأيضا نتكلم عن شيء ثاني بعد،
حتى المقيمين اللي عندهم عناية يوصل لهم أدوية لأماكن سكنهم. نعم. يعني مش مواطنين فقط، حتى المقيمين في الدولة. ممتاز دكتور علي، يعني كيف يستفيد الناس من هاي الخدمة، أو بمعنى أدق يعني كيف يتم تقديم طلب توصيل الدواء إذا كان في يعني مثلا أبليكيشن معين، في رقم معين ممكن يتواصل المتعامل لطلب تقديم الدواء؟ أخوي عبد الله، ممتاز، جيد يعني هالسؤال. طال عمرك، في البداية طبعا إحنا عندنا أساليب مختلفة ونحاول نسهلها على المرضى. نعم. في فورم، يعني هو ورقة يملاها المريض في الابليكيشن، هذه واحدة. إذا عندهم ابليكيشنز وعندهم ابليكيشن من هيئة الصحة، يدخل في طلب يطلب في يملاه ويبعثه، هذا واحد. في ناس يقول لك أنا ما عندي هذا الطلب، أنا ما عندي الابليكيشن، ما حاط هذا، مو مشكلة، يتصل بالصيدلية في المستشفى أو يتصل بتليفون مركز الاتصال، فعنده تليفون الصيدلية أو تليفون مركز الاتصال اللي هم بيلغون الصيدلية. فأنا إذا ما عنده هذا شنو، ما عنده الابليكيشن، ممكن بالتليفون. يعني ويوصلون لي على طول، يأخذون منه طبعا رقم بطاقته وتليفونه ومكان سكنه أو الابليكيشن أو مكانه، ويوصلون لي ثاني يوم. هذا طبعا بكل سهولة، يعني نحاول نسهل عليه، يعني تليفون يكفينا، ما مو بلازم يعني ابلكيشن، بس الابلكيشن بعد موجود. نعم. هذا واحد. ثاني شيء، الناس اللي تقدم عن طريق طبيب لكل مواطن، هاي اصلا الدكتور يسالهم ان اعطوني مكاني او اعطوني تليفونكم، اعطوني عنوانكم، لوكيشن، اذا حطه في الملاحظات في الوصفه خلاص احنا ما نحتاج شيء بعد، ما احتاج تصور فينا، احنا نوصل لهم على طول. نعم. وهذا جميل يعني دكتور. نعم، يعني حتى ما نحتاج منهم يتصون فينا، اذا حاطين هم في لما يكلمون الدكتور حاطين عنوانهم، حاطين تليفونهم، احنا ما نحتاج، احنا نوصل لهم على طول. ممتاز، جميل جدا دكتور، لأن يعني أنتوا أيضا يعني فكرتوا بأن تكون هناك يعني عدة أنواع من التواصل على أساس أن تكون مناسبة لأفراد المجتمع ولي أيضا متعاملين هيئة الصحة بدبي. دكتور علي، نحب نسمع منك شوية عن موضوع الشركاء في هيئة الصحة بدبي في موضوع التوسعة في هاي الخدمة. نحن نعلم أن هناك كانت شراكة بين يعني الهيئة وبين الجهات اللي ساهمت في مبادرة دوائي. طبعا بس اكمل الجواب. نعم. للسؤال اللي فات اخو عبد الله، ان طبعا احنا كبار السن، هذا ما نحتاج حتى يطلبون الخدمة. اهم شيء انا حتى الناس ما احتاج، انا اهم شيء عندي بس تليفون الشخص وعندي عنوان، هذا اهم شيء. انا لما يطلبها اخذ عنه العنوان، اخذ تليفون، اتصل بي، هذا هو. يعني كل الطلب هذا احنا محتاجين لهذا الشيء، بس احنا محتاجين كيف نصل له، كيف نوصل للعنوان. الحين بخصوص الشركاء، نعم، احنا طبعا اول شيء طبعا هيئه الصحه هي الخيمه الكبيره اللي تنطلق بمبادرات بقياده حكيمه طبعا من شيوخنا الكرام الله يطول اعمارهم ويعطيهم الصحه والعافيه. هم توجيهاتهم هم طبعا احنا يعني ناخذ منها وننطلق مش متشجعين. طبعا عندنا ايضا قيادتنا في الهيئه المدير العام مع الحميد الطامي وجهنا توجيهات ونمشي نساير مع التوجيهات ومع طبعا الخطط اللي هنا مرسومه لنا. في الاخر احنا عندنا ايضا الهيئه لها اصولها الخاص. نعم. اول دوائي وقائم بذاته وهذا يمشي، بس في ظل هذه الظروف في متطوعين وفي ناس ايضا مبادرين عندهم مبادرات ان احنا والله بنشتغل تحت يعني خيمه هذا او تحت خيمه هيئه الصحه، تحت منظومه الهيئه وتحت منظومه الدوائي. نعم. وفعلا اشتغلوا معنا واحنا نوجههم واحنا نستخدمهم، نستخدم الاسطول مالهم. ففي طلبات، هي شركه طلبات واحده من الناس اللي هي فعلا احنا نشكرها على جهودها، وفعلا كان لها جهود جيدة وممتازة وواضحة. نعم. يعني نعمل معهم بشكل يومي، والحمد لله كانت تجربة جيدة جدا معهم وما زالت هي التجربة معهم. احنا عندنا طبعا يعني تواصل يومي معهم، عندنا تعاون معهم،
هم يستخدمون يعملون تحت منظومة الهيئة، منظومة الدوائي وخدمة الدوائي، وينفذون المطلوب منهم، والحمد لله نجحت معهم. أيضا هناك أراميكس، أيضا سكول هيل هو ضمته تحت منظوم دوائي وما تحت هيئة الصحة، ووضعت سكول من عندها أبو السيارات تحت أوامر الهيئة، والحمد لله أيضا هذا إحنا الحين نوجههم يشتغلون تحت يعني منظومة هيئة الصحة وتحت أوامر هيئة الصحة وشغالين، والحمد لله الشركتين هذين يعني شغالين معانا بشكل ممتاز وناجحين في معهم. أيضا عندنا شركة أكسس اللي هم متطوعين من قيادة، وهم يقوموا أيضا معانا في الخدمة هذه. فهذه الثلاث شركات هم أيضا بس الكل يعمل تحت قيادة واحدة وهي قيادة هيئة الصحة اللي هي تحت منظومة هيئة الصحة. المهم العنوان هو دوائي، الكل ينطلق من تحت دوائي وناجحين فيه الحمد لله. احنا يعني نجحنا في هذا ان شاء الله، مستعدين بوجود هذين الشركاء مالنا ان احنا ننطلق لاكثر واكثر. انا اليوم عندي، انا قلت لك من يومين كنت انا يمكن سألوني السؤال كم عددهم، قلت لنا 450، اليوم انا اقول لك اليوم من 550 ويمكن طلبيه، ويمكن اصنع لاكثر من 550 طلبيه، وعندي قابليه اصنع لين اكثر من 50 لين 800 و900 و1000 طلبيه في اليوم. ما شاء الله يعطيك. يعني احنا لما نتكلم طلبيه ما نتكلم عن دواء، انا اتكلم عن كل وصفه طلبيه، كل وصفه، كل وصفه عددها من 5 إلى 10 اصناف. نعم. من صنف، وكل صنف يصرف 3 شهور. تخيل انت يعني. نعم. الله كيف هيئه الصحه تخدم المجتمع في هذه الظروف. ممتاز. الحمد لله. نعم. او شيء واحد مهم جدا انا لازم بعد اقوله، هيئه الصحه عملت بشكل جيد انها هي توفر جميع الادويه ذات الجوده العاليه. نعم. توفر للمجتمع بحيث المجتمع ما يحس انه هناك اي نقص في اي دواء. صحيح. في اي شيء، سواء كان الدواء للامراض المزمنه او للامراض الحاده او لاي شيء يحتاج المريض، ما تخلي المجتمع بعازه. صحيح. قول بس شيء واحد، زين نقول شيء واحد، الله يطول عمر شيوخنا. امين ان شاء الله. خليكم في البيت. نعم. ولا تشيلون هم اي شيء. نعم. دكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية بهيئة الصحة بدبي، نشكركم صراحة ونبارك لكم المبادرة الجميلة، مبادرة الدوائية، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا دكتور علي. شكرا يا عبد الله. شكرا مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. خلكم في البيت، ودائما نذكركم وجودكم في البيت هو سبب في نجاح فرق العمل اللي تشتغل 24 ساعة على صحتكم وسعادتكم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.